امتازت شخصية السيد ابن طاووس رحمه الله بخصائص ومميزات فريدة شكلت دعائم لشخصيته ذات الجوانب الإيجابية المتعددة، فأضحى بشخصيته المتميزة علماً خفاقاً شامخاً في سماء الفضل والفضيلة. إذا أردنا أن نعرفه فإنه ينبغي علينا أن نرجع إلى كلام مولى الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام الذي أخبر به كميل بن زياد في تعريف أولياء الله تعالى والعلماء، حيث قال عليه السلام: هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة. بيّن عليه السلام أن علم هؤلاء ليس علما تحصيليا مكتسبا فقط، فعبر قائلا: هجم بهم العلم، أي زقوا العلم من فوقهم من عالم الملكوت. بعبارة أخرى، أنهم وهبوا علما من عند الله تعالى غير العلم الظاهري الذي اكتسبوه حتى وصلوا إلى حقيقة البصيرة وحقيقة العلم. ثم يقول عليه السلام مبينا صفاتهم وشمائلهم: وباشروا روح اليقين. وكان السيد ابن طاووس رحمه الله نموذجا ومثالا بارزا لقول أمير المؤمنين عليه السلام. كان السيد رضوان الله تعالى عليه متميزا في بنائه الشخصي والذهني والفكري من جهة، وفي الجانب العلمي والجانب الأدبي، فقد كان شاعرا أديبا تحدث عنه العلماء ومن ترجم له رضوان الله تعالى عليه. من جملة ما تميزت به سيرة السيد ابن طاووس هو التوكل العملي وثقته الكبيرة بالله عز وجل. كان متوكلا على الله تعالى بكل ما تحمله الكلمة من معنى. هنالك جملة تنقل عن السيد ابن طاووس رحمه الله في كتاب فلاح السائل هي في غاية الفائدة لنا في التوكل على الله تعالى. يقول: لم أكل شيئا إلى الله تعالى ولم أودع عنده حاجة من حوائج الدنيا فضاعت حاجتي. تأمل جيدا، يقول رحمه الله: لم أودع عنده حاجة من حوائج الدنيا فضاعت حاجتي. ثم يقول السيد: حتى أنني ارتكبت خطأ يوما ما، ارتكبت ذنبا، وكان يتوجب على إثرها أن تضيع حاجتي، لكني طلبت العفو والمغفرة منه تعالى، فخاطبته: يا رب عاملني برحمتك وأرجع إلي ما استودعته عندك. فأرجعها الله تعالى إلي، لم يخجلني مما اقترفته من ذنبي وأرجع لي وديعتي. هكذا كان توكل السيد على الله تعالى. وأما در زمینه اخلاق واقعا یک انسان، اما من حيث السمات الاخلاقيه فقد كان سباقا في هذا المجال ايضا. كان متواضعا، يحب المجتمع ويحب افراده ويحب المحتاجين والفقراء والمعوزين. من حيث الورع والتقوى فيضرب به المثل، وكان بارزا في هذا المجال حيث كان يحمل شخصية عظيمة تتصف بالورع والتقوى. شخصيتي بوده از نظر ورع و تقوى فوق العاده. كان من ازهد علماء عصره كما يوثق ذلك جمع من العلماء ومن المترجمين، ولكن هذا الزهد قد تميز أيضا كما هو تميز شخصية السيد رضوان الله تعالى عليه. هو عارف بمسائل الزهد والتواضع والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى وعدم التكبر على العباد. هذا أمر مفروغ منه عندما نتتبع سيرة السيد ابن طاووس. وأما فيما يتعلق بزهده وورعه وعدم اهتمامه بمال الدنيا ومنالها،
فقد نقل عن السيد رضوان الله تعالى عليه مطلب أرغب في نقله إليكم. هنالك أحكام تشمل زراعة الغلات التي يتعلق بها وجوب الزكاة، ومن جملتها الحنطة والشعير وكذلك التمر والزبيب وغيرها، وهي من الموارد التي يتعلق بها الزكاة. وكان للسيد أراض زراعية في الحلة يعمل على زراعتها، حيث كان قد كلف البعض بذلك. وكما تعلمون، إذا وصلت تلك الأراضي المزروعة إلى حد النصاب يجب دفع زكاتها، أي سهم عشرها. لكن العجيب أن المطلع على أحوال السيد رحمه الله يجد أن السيد كان يأخذ سهم العشر الذي هو سهم الفقراء لنفسه، وينفق 9 أعشار الباقية على الفقراء. وهذا أمر ملفت لهذه الشخصية العظيمة، حيث كان ينفق أكثر أمواله على الفقراء والمحتاجين، وهذا كان دأبه رضوان الله عليه. من سيرة السيد ابن طاووس أنه كان يرى جميع توفيقاته من الله تعالى. ربما كل منا يملك الكثير من التوفيقات، لكن المهم أن يعلم الفرد أن جميع توفيقاته من الله تعالى لا من غيره. ينقل السيد في كتاب فلاح السائل آثارا جمة للدعاء، ثم يقول: إن جميع هذه الآثار التي بينتها لكم مذكورة في الأخبار والروايات. ثم يقول: إن دعاءنا لله تعالى ببركة إحسانه وإنعامه علينا، فالله تعالى تفضل علينا أن مكننا من الدعاء، وتفضل علينا عندما وصلت هذه الروايات إلينا. حتى في مثل هذه الموارد كان السيد رحمه الله يقول: إن توفيقي هذا هو من عند الله تعالى، كل ما لدينا هو من عند الله تعالى. إن المتصدي للتعريف بالسيد ابن طاووس رحمه الله ليس له أن يغفل جانب العلاقة بالله عز وجل التي امتاز بها رحمه الله، وهي سر من أسرار حياته المباركة علما وعملا. كان السيد رحمه الله لا يخطو خطوة إلا لله عز وجل، ولا يقوم بعمل لغيره تعالى. لذا فقد قال في وصيته لابنه مؤكدا عليه قائلا: هل ترغب في السفر يا ولدي؟ تريد أن ترفه عن نفسك في ذلك السفر؟ تريد تغيير مزاجك؟ أو أنك تريد أن تقصد الزيارة في سفرك؟ لا بأس في كل ذلك، لكن اجعل مقصدك ووجهتك في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح أنك تنتفع في سفرك بعدة انتفاعات، لكن لا تجعل غايتك من السفر الترفيه، لا تجعل غايتك الاستمتاع، فلتكن غايتك التوجه إلى الله تعالى. بعبارة أخرى، لا تخطو خطوة وأنت غافل عن الله تعالى، لا تقدم على عمل مباح، فإن عدم الإقدام على المباح مستحب في نفسه. سيد طاووس كما يعبر عنه أنه هو سيد المراقبين من بين علماء الإمامية، لكثرة ما نرى في مؤلفاته من التعابير التي تنم عن شدة مراقبته لنفسه. كان السيد من أهل المراقبة، وكان من أهل المراعاة والاحتياط وتهذيب النفس والأخلاق، وعرف في عصره بسيد أهل المراقبة. كان السيد ابن طاووس رحمه الله نموذجا من النماذج الإيمانية الرفيعة التي كانت يقظة روحيا على الدوام، فكانت حياته إشراقات إيمانية متواصلة يرتبط أولها بآخرها. وعندما يذكر السيد ابن طاووس يذكر معه الإيمان الصادق وصفاء النية والإخلاص لله في حضور الآخرين وغيابهم. كان رحمه الله يولي العبادة أهمية خاصة، متأسيا في ذلك بالإمام السجاد عليه الصلاة والسلام. يروي السيد رحمه الله بعضا من عبادة الإمام السجاد عليه السلام،
فينقل رواية من الكليني من كتابه الكافي يقول فيها أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان إذا قام للصلاة، والمقصود صلاة النافلة، عندما يصل الإمام إلى قوله تعالى في سورة الحمد مالك يوم الدين، كان عليه السلام يكررها مرات ومرات، وعندما كانوا ينظرون إلى وجهه يرونه يكاد أن يموت. هكذا كان الإمام السجاد عليه السلام. ينقل السيد رحمه الله هذا الخبر ثم يقول مخاطبا إيانا، مخاطبا الجميع، يقول: هل تعلم أن مولانا زين العابدين عليه السلام هو قدوتنا؟ دققوا معي، هذا خطاب السيد ابن طاووس لجميعنا، يقول: اعلموا أن مولانا ومقتدانا هو الإمام زين العابدين عليه السلام، يجب أن نقتدي به في عبادته، فإنه اتخذ العبادة طريقا للوصول إلى نور الله عز وجل ومرضاته. من خلال نمطه في الحياة، مثلا عندما يدخل أشهر النور، شهر رجب وشعبان ورمضان، كان يقفل الباب، كان يصوم ويتعبد، كان يبتعد عن الناس ويبتعد عن التدريس، نعم، وينكفئ إلى داخل بيته ويفرغ نفسه لله سبحانه وتعالى. أجل، هكذا كانت عبادة السيد ابن طاووس رحمه الله، عبادة هي مصداق قول أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: صاحب الدنيا، هذه صفات أولياء الله تعالى، أنهم صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. أرواحهم معلقة بالمحل الأعلى، أي بالله تعالى، بعرش الله، متصلة بملكوت الله، ولو لم يكن الموت مكتوبا عليهم لكان حالهم كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. إن منهج المعرفة الإلهية الذي اتبعه السيد ابن طاووس رحمه الله هو محطة مهمة من محطات سيرة هذا الرجل الفذ، وهو منهج حيوي أنيس يعتمد تهذيب الباطن وتطهير القلب والاستئناس بالتعبد والدعاء والمناجاة. المنهج الذي اتخذه السيد ابن طاووس عليه الرحمة في زمانه هو منهج الدعاء. اختار هذا المنهج على أنه الدعاء مخ العبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الدعاء مخ العبادة، والدعاء مدرسة في تعليم الإنسان وتزكية الإنسان، سواء الإنسان الفردي أو الاجتماع الإنسان الاجتماعي. وجد في معين روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن الطريق لتزكية النفس لا يمكن إلا أن ينبع ويبتدأ فيه من نفس النفس. لما كان السيد ابن طاووس رحمه الله من أولياء الله وعباده الصالحين، فقد حباه الله بكرامات أظهرت فضله الذي ناله بسعيه الدؤوب، وأهله لأن يكون موضعاً قدسياً لتنزل المعرفة الإلهية النورانية. هذا السيد العظيم كان مستجاب الدعوة. عرف السيد بالكرامات وبالمكاشفات بحسب نقل بعض العلماء. حياة السيد ابن طاووس حقيقة حياة ممزوجة بأمور غير متعارفة، يعني الآن طبعا نحن لا ننكر بأنه رب العالمين يجري بعض الكرامات، بعض الحوادث الملفتة في حياة أوليائه الصالحين. يعني الآن بالنسبة إلى خضر عليه السلام، هناك بحث أنه كان عبدا صالحا أو كان نبيا. بالنسبة إلى ذلك العفريت من الجن الذي قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني نحن ليس هنالك ما يدفع هذا الاحتمال، احتمال أن يجري رب العالمين بعض الأمور غير المتعارفة
طبعا هي ليست بمعجزة، المعجزة لها عالمها في مقام التحدي إلى آخره، ولكن كالعلام الحلي الذي هو من تلاميذ السيد ابن طاووس يقول: كان رضي الدين صاحب كرامات حكى بعضها لي وروى لوالدي البعض الآخر. يعني الشهادة من العلامة الحلي وهو تلميذه، وهو تعرفون موقع العلامة الحلي من تاريخ العلم، من تاريخ علماء الإمامية، يقول بعض هذه الكرامات هو نقلها لي يعني السيد، وبعض الكرامات يقول نقل لوالدي ذلك. وكيف نشك في نقل العلامة الحلي وهو ما كان عليه من الجامعية والفضل في حياته، وما هو معروف من خلال كتبه القيمة التي نعرفها في مجال الفقه وغيره.